من جزيرة فقيرة يملأها البعوض إلى أقوى اقتصادات العالم، هكذا أسس لي كوان يو سنغافورة التي نعرفها اليوم. لم تكن سنغافورة أكثر من مستعمرة بريطانية فقيرة، أصبح لي كوان يو رئيس الوزراء فيها عام 1959 بعد انتخابات ديمقراطية. انضمت سنغافورة إلى الاتحاد الماليزي عام 1963 عقب الاستقلال عن بريطانيا، لكن بعد سنتين فقط قررت ماليزيا التخلي عنها، وأصبحت بذلك سنغافورة دولة مستقلة بحكم الأمر الواقع. لحظة بكى فيها لي كوان يو، فماذا يفعل ببلاد فقيرة تغمرها المستنقعات ويملأها البعوض؟ مساحتها لا تتجاوز 720 كيلومترا مربعا، ولا يجمع شعبها لغة أو قومية أو تاريخ مشترك، وفوق كل ذلك لا نفط فيها ولا ذهب للبيع. المصائب قد تجلب العجائب. قبل لي كوان يو التحدي، ومعه فريق من أفضل الخبراء بحكومته. وضعوا خطة للنهوض بالبلاد عبر جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع سنغافوريين للتعلم بأي وسيلة وصرف النظر عن السياسة تماماً. فالوقت الآن هو وقت العمل فقط. استطاعت سنغافورة دخول صناعات بناء السفن وهندسة المعادن والبتروكيماويات والأدوات الكهربائية، واستثمرت بها أكبر الشركات العالمية مثل شيل وإيسو. وبحلول التسعينات أصبحت ثالث أكبر مركز لتكرير النفط في العالم، وثالث أكبر مركز لتجارة النفط بعد نيويورك ولندن، وتصدرت العالم في إنتاج البتروكيماويات، وأصبح ميناء سنغافورة من أكثر موانئ العالم ازدحاماً. في تلك الأثناء كان عموم الشعب متعلماً ويتحدث اللغة الإنجليزية التي أصبحت لغة رسمية في البلاد. وبينما كانت سنغافورة تتفوق اقتصادياً، استطاعت حل مشكلة المنازل العشوائية بتخصيص الأراضي وتسليمها إلى القطاع الخاص مقابل تقديم خدمات راقية للسكان، وبذلك امتلك 85% من السنغافوريين منازلهم الخاصة. انخفض معدل البطالة إلى 3% عام 1980، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 7 مليارات دولار في عام 1960 إلى 360 مليارا في عام 2016، كما ارتفع دخل الفرد من 435 دولارا إلى 80,000 دولار سنويا في الفترة نفسها. تعرض لي كوان يو لانتقادات تتعلق بنظام حكمه الذي أداره بشكل مباشر طيلة 30 عاما، بدأت عام 1960 وانتهت بتخليه عن السلطة طوعا عام 1990. ربما لم يكن زعيما ديمقراطيا مثاليا، فيشار غالبا إلى استمرار عائلته بالحكم عن طريق ابنه لي هسين لونغ الذي تسلم رئاسة الوزراء عام 2004. لكنه رغم ذلك زعيم مجتهد نهض بسنغافورة وحولها من مستنقع فقير إلى مركز مالي عالمي تكتظ فيها ناطحات السحب وينعدم الفساد بين مؤسساتها إلى حد كبير. وجواز سفرها يتربع مع ألمانيا في المرتبة الأولى عالمياً لعام 2017، كما أن ناتجها المحلي الإجمالي يعادل الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا التي تخلت عنها، رغم أن ماليزيا تفوقها مساحة ب450 ضعفة. هذا الرجل يتذكره سنغافوريون بلقب الوزير المعلم أو المعلم الأعلى. وعندما مات عام 2015 سجل التاريخ له تركة ثمينة، سمعة طيبة وبلادا غنية تعد واحدة من أقوى اقتصادات العالم.